اكيد لا ما بقى كثير تابعوا التلفزيون مثل قبل. هلا الوسائل البديله في يوتيوب، في فيسبوك، في انستغرام. هلا بالنسبه لليوتيوب انت وقت بدك شيء بتلاقيه المحدد اللي انت بدك اياه، بتدوري عليه بالسيرش وبتلاقي يلي بدك اياه. اما التلفزيون بتعدي عم تستنيه سنه لحتى يطلع. وبالنسبه للانستغرام والفيسبوك يعني بدل ما تطلع الاخبار ساعة لحتى يطلع بس الخبر، انت بتلاقي البوست محطوط قدامك ويعني بس يعني دقيقة بتقري. التلفزيون بيعرضك هو اللي بده اياه، يعني شو يعني بدك تعتمدي انت على التلفزيون. اما اليوتيوب انت بتتفرج يعني بدك اخبار التلفزيون احسن. هو لانه التلفزيون هو يبين لك الحقيقة، اما اليوتيوب يعني كل واحد بينشر على كيفه، يعني صار اليوتيوب متاح للكل، الكل يقدر ينشر عليه. والله اللي معود على التلفزيون ما بغير يعني. إنه وجوده يعني بعده محافظ على مكانته. التلفزيون يعني بسمع الخبر، ممكن اتأكد منه من اليوتيوب أكثر، يعني بيكون في كذا مصدر يعني. غالباً إنه بينشروا شغلات كاذبة فإنه أكيد التلفزيون. رحنا على وسائل تانية، يعني كتير خف استخدام التلفزيون، ما عاد كتير مهم الحقيقة، لأنه يعني اليوتيوب والإنترنت والموبايلات صارت متاحة للكل وصارت أسهل وأسرع وأحلى. يعني الواحد وين ما كان عم يفتحه بغرفته أما التلفزيون شيء ثابت وشيء كبير صار. لا 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 التلفزيون ليه؟ اليوتيوب يعني بده مراقبة وبده يعني يفتح الواحد شغلات على عمل كويس ما بحبها انا. بفضل واحد تلفزيون او انا هيك طبيعتي هيك. والله انا بصراحه يعني بتابع يوتيوب اكثر من التلفزيون. شو السبب؟ اي شيء بدي اياه بفتحه وبطالعه، موضوع علمي، موضوع ثقافي، اي شيء عن الطب بلاقي يعني بستفاد اكثر. التلفزيون بضل له نكهه خاصه، في شغلات ما بتكون موجودة على التلفزيون بنشوفها يوتيوب، مكياج مع مكياج قصص ايه فالاثنين يعني. بس انه اذا التقى عادي يعني بنلجأ للنت عادي نفتح بس مباشر. البيت بلا تلفزيون ما بس نقعد فيه نهائيا، يعني نهار اللي بيكون مثلا ساتلايت في شيء ما بقعد بالبيت، يعني هو السلوى الوحيدة صفيان. اليوتيوب شامل اكثر من يعني اكثر من التلفزيون، وانه يعني بطريقة انه احلى يعني انه هيك مداولة أكثر من التلفزيون.